لو انت عندك مشكلة في الفترة اللي احنا فيها دي، فترة الربيع، تلبس صيفي ولا تلبس شتوي، كمل الفيديو للآخر. هقولك النهاردة تعمل ايه، تحل المشكلة دي ازاي. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد السويسي، والنهاردة جايلكم بفيديو بسيط وسريع كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة، شغل جرس التنبيهات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، لان ده بيفرق معانا ان الفيديو يوصل لناس اكتر والقناة تكبر. النهاردة جاي لكم بحل للمشكلة اللي بتقابل اغلب الناس في الفترة دي. يا ترى البس صيفي ولا البس شتوي؟ الجو حر الصبح وساقع بالليل، طب انا هلبس ايه؟ اشيل لبس الشتوي ولا البس صيفي؟ طب انا سقعان. الحل المنطقي في الفترة اللي احنا فيها دي، وهو بيكمن في حاجة اسمها layering. layering يعني ايه؟ يعني انت تخلي لبسك على شكل طبقات فوق بعض. ليه؟ لو انت نازل الصبح بدري قوي، لو نازل انت بنص كم من الصبح، هتلاقي الدنيا ساقعة وانت ساقعان جدا. فالحل ايه؟ ان انت تبقى لابس حاجة من فوق. الحاجة من فوق دي على هيئة جاكيت او بسيط او سويت شيرت او هودي، وتحتي تي شيرت. جو ساقع فانت لابس الطقم ده وتمام. رحت الجامعة، رحت شغلة، الجو حر في نص اليوم، هتقلع الجزء اللي فوق وتمسكه في ايدك بمنتهى السهولة في اي مكان في اي وقت، هتقلع الجاكيت. وما تتخدعوش بالفترة اللي احنا فيها دي، لان لسه الشتاء مخلص. ممكن تكون في موجة حرة اللي احنا فيها وقت نزول الفيديو ده، في موجة حرة، بس بعد كده ممكن الجو يرجع ساقع تاني. فما تشيلش الهدوم الشتوي بتاعتك، لان لسه الشتاء ما انتهاش. فصل الربيع فيه شوية تقلبات كمان، فممكن يكون لسه ايه محتاج انت اللبس بتاع الشتوي. هقول لك على ثلاث حاجات مهمة قوي في الفترة دي يكونوا عندك، هتعمل بيهم اوت فيتس حلو قوي. دينيم جاكيت والسويتر اللي هو الهودي اللي بسوستة، السويت شيرت، ورقم ثلاثة لايت ويت فيست. الحاجات دي هتقدر تعمل منها اوت فيتس حلوة قوي قوي في الفترة اللي احنا فيها. فيما يخص موضوع اللايرنج او الطبقات ده، في قواعد مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل اللايرنج عشان يبقى مظبوط والدنيا يبقى شكلك كويس. القاعدة الاولى هي ان كل لاير او كل طبقة من لبسك لازم تكون ينفع انك تلبسها لوحدها. بمعنى الطبقة الاولانية من اللايرنج اللي انت عامله غالبا هي البيزك تي شيرت اندر شيرت او قميص، لازم يكون الفت بتاعه شكله وهو عامة مظبوط، عشان لو اضطريت ان انت تقلع الحاجات اللي انت لابسها وقعدت بالتي شيرت ده بس او بالقميص بس، ما تبقاش متضايق او مكسوف او حاسس ان انت مش مستريح لان شكله مش مظبوط. القاعدة رقم 2، بلاش اكتر من 3 حاجات تلبسهم فوق بعض، عشان ده هيخلي الشكل مش كويس، هيعملك بالكي اكتر، هيبقى الطبقات، هيبقى حس ان انت لابس الدولاب كله وانت نازل، وطبعا ده مش احسن حاجة. حاول تخليهم 2 ماكسيمم 3. قاعدة رقم 3، حاول تخلي الالوان الفاتحة اكتر مثلا من تحت وفوق الالوان الغامقة، ده بيدي شكل احسن من العكس. الاحسن والافضل والامن عشان شكلك يبقى حلو وتبقى واثق ان شكلك النهاردة كويس. في قاعدة كمان مهمة جدا بتقول ان الحاجات الخفيفة تخليها من تحت، الخامة الفابريكس نفسها، فالاتقل فالاتقل، بحيث ان انت ما بتزود طبقة في الاخر انت بتزودها عشان تديك احساس بالدفء اكتر، لان الجو ساقع، فلازم منطقي ان تكون هي اتقل شوية. وبالمناسبة الناس برضو اللي بتسأل تشتري دلوقتي لبس شتوي ولا ما تشتريش، لو انت بتابعني على الانستجرام هقولك ان الفترة اللي احنا فيها دي فترة ذهبية جدا 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 للشراء الحاجات البيزكس والحاجات اللي كده كده هتشتريها تاني السنة الجاية. البيزكس والتيشيرتات والتشينوز والقمصان واغلب الحاجات دي هي زي ما هي، هتضطر تشتريها. الشوز اللي هي التايمليس، الحاجات الاساسية، البنطلونات الجين، البيزكس، القمصان، الحاجات دي كلها انت كده كده هتشتريها، فانت لازم تستغل الفرصة اللي احنا فيها دي وتشتري الحاجات دي النهاردة بسعر كويس، لان السنة الجاية انت هتحتاجها وهتشتريها تاني، وهيكون سعرها ساعتها الطبيعي مش عليها 60 و70% زي اليومين دول. وكمان
وارد الاسعار كمان تكون غليت السنه الجايه اكتر، لان اللبس السنه اللي فاتت واللي قبلها ارقامه ما كانتش بالارقام اللي وصلت لها السنه دي، فبالتالي وارد السنه الجايه كمان الارقام تعلى كتير. كمان فرصه كويسه ان انت تشتري حاجات صيفي اللي هي الكوليكشن بتاع السنه اللي فاتت والمحلات منزلها دلوقتي، ممكن تشتريها برضو دلوقتي وتخليها هتستخدمها في الصيف، ما بتتغيرش ومش هيحصل فيها حاجه. فلبس الصيف والشورتات والحاجات دي كلها مش هيحصل لها حاجه، انت هتلبسها تاني. والنهايه يا جماعه، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وقولي في الكومنتات ايه تعليقاتكم على الفيديو، وقولولي ايه الموضوعات اللي انتوا حابين نتكلم عنها الفترة الجاية. الفيديو الجاي هيبقى مهم جدا جدا وناس كتير طلبته مني، استناه هينزل قريب قوي، هيبقى عن تنسيق الألوان، ازاي تنسق الألوان بسهولة جدا.